بيده اليمنى أمسك بزمام الطموح والنجاح، وبيده الأخرى أمسك بمفتاح الإخلاص والتفاني. الشاب حسن آل حمد امتهن مجال ميكانيكا السيارات منذ أن كان في المرحلة الثانوية، حتى أصبح لديه مركزا متخصصا في صيانة السيارات الأوروبية. امتلكت السيارة في مرحلة الثانوي وحبيت أن أشتغل فيها أنا بنفسي، أصينها وأعتني فيها، أكون أنا عارف بالضبط كيف أهتم في السيارة، كيف أصلح السيارة وتحتاج منها من صيانة. منها كانت البدايات من سيارات الأقارب، من سياراتنا الشخصية. تخصص حسن في صيانة السيارات الأوروبية الأكثر تعقيدا وبرمجة بجميع أنواعها، وعرف بالجدية في العمل ومنافسته للعمالة الأجنبية حتى كسب ثقة الزبائن. الموهبة والدراسة قادتا حسن إلى هذه المهنة، فأقنع الكثيرين بأنه قادر على صيانة السيارات بجودة وحرفية عالية. رحت للخارج للولايات المتحدة الأمريكية ودرست ميكانيكا وتصميم ميكانيكا، وكان من ضمنها بعض المواد خارج تخصصي متعلقة بالسيارات. لما أهلي يروحوا بيت جدي كنت أروح أوقف مع خالي وأشوف كيف يشتغل في السيارة. يعني ما كنت يعني مدقق بالشيء، بس حبيت الشيء منه، حبيت الميكانيكا من خالي. هو اللي بدأ هذا المشوار وأنا تقريبا لحقته في هذا المشوار. فأنا تقريبا كل شيء تعلمته منه، من ناحية ميكانيكا، من ناحية سواقة، كل شيء تقريبا هو اللي علمني. لم يقتصر حسن في ممارسة مهنة ميكانيكا السيارات، بل بدأ في تعليم بعض من أفراد عائلته حتى أصبح لديهم حبا وشغفا لهذه المهنة. في برنامج هلا، محمد المهي، الدمام.